وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا مرحبا. رجاء بس ما يقاطعني يقول. لا لا تفضل تفضل. هي المشكلة بالنادي مو عن توقيع رئيس ولا توقيع أي عضو في الكتلة الثانية. المشكلة التعيينات الجديدة اللي حاصلة خلال سنة ونص اللي ما توقع الرئيس في توقيعات على الشيكات اللي وقع أمين الصندوق. ثاني شيء يقولون العمال عمال، وين هم العمال؟ العمال يداومون في الجمعة، يداومون في مناسبات، ولا في أي زيادة للعمال، الزيادة حق الموظفين. هل يقال يا هيئة زيادة الموظف 100 دينار خلال سنة واحدة؟ احنا نعرف زيادة 10% من قيمة الراتب. في زيادات أبو فهد ما عنده مانع يوقع، قال المحافظ جيب الكسوفات القديمة 2016 هيكل القديم وأنا مستعد أوقع اليوم، وقال وصل على أمين صندوق أبو العبد. لحد الحين ما جاء رد الرئيس من الإخوان الستة اللي في مجلس الإدارة. طيب. وهو ما عنده مانع يوقع يا أبو سعود الرواتب، تأخير مو من الرئيس، تأخير من أمين الصندوق. أوكي. خليك على الخط أبو فهد، مساك الله بالخير. هلا هلا أبو محمد. يلا حية. الله يحييك. أبو فهد، أنت رجل عضو مجلس إدارة سابق منك، أنت أنا لاعب صح؟ نعم. هل يعقل أبو فهد يقول جيبوا لي كادر الهيكل التنظيمي مال 2016-2015 ووقعه؟ بأي حق؟ إذا هم ما داوموا 2017-2018 أعطيهم رواتب وهم مداومين، واللي جاء جديد الحين ما أعطي رواتب وهم داوم؟ هل يعقل الكلام هذا؟ أبو محمد، هل يقال أني أعين 10 سكرتاريين بالإخوان المصريين وعين مشرفين جديد من المشرفين الموجودين في الألعاب السابقة؟ منو؟ أفنس المشرف وأجيب مشرف من كتلتي؟ هل يعقل؟ سمهم بساميهم أبو فهد. ما أقدر أسميهم بساميهم. طيب. أنت عندك لسان وتعرفه. لا أنا أعرف، أنا قاعد أرد عليك وأنا أبي الإخوان أمرون عليهم. تفضل. وأنت تعرفهم يا أبو محمد. شلون؟ انت تعرفهم يقول. لا تقولون في الاعلام ان الرئيس مو راضي يوقع. لا مو راضي. ونادى المحاسب قال جيب لي كشوفات وانا اوقعها. يا ابو فهد ابو فهد يقول جيبوا لي كادر 2016 وانا اوقعه. انت تدري ليش وانا ادري ليش؟ اوكي ما نتطرق لها، لكن انا برد عليك رد. اجل هل جايك انا اوقع ابو محمد اوقع موظفين كادر مو معتمد الهيئه ولا معتمد مجلس الاداره؟ من اللي يقول لك مو معتمد؟ اجل شلون مش رواتبهم؟ لا رئيس ولا نائب رئيس في مجلس الاداره والمحافظ غير معتمد. لا يا اخوك معتمد من الهيئه، والدليل ماشي لهم رواتب من سنتين. مو صحيح يا ابو محمد. شلون مو صحيح؟ والرواتب اللي يستلمونها. سوي اجتماع بدون رئيس ونائب رئيس. يا ابو فهد، الهيئه مفوضه امين الصندوق انه يوقع الرواتب منفردا. اوكي خلاص توقع الحين الرواتب الحين مفوضه. اي مو حكم خلاص توقع. طيب مو كسب الحكم، مو كسب الحكم غصن، خليه يوقع. يلا حق رد له هو بسلوب حقي. يوقع الموظفين الموجودين في الهيكل اللي معتمده بالهيئه، مو الهيكل الجديد اللي اعتمدته. طيب اي كادر ابو فهد انت قاعد تسولف، انت المشكله تعرف اكثر مني. ما في شيء تقدر تصرفه الا بعلم الهيئه، هي المراقب عليك ماليا. احنا صرفنا الرواتب بناء على موافقه الهيئه. ابو محمد، هل مجلس اداره اجتماع مجلس اداره ينعقد بدون الرئيس ونائب الرئيس؟ مو صحيح. هذا اللي فوضنا احنا منه الهيئه ولا منه؟ شلون؟ الهيئه هي اللي فوضتنا، والحين كسب حكم لخص. خلنا نكمل التوقيع. تفضل. خلي ابو لافي يوقع الحين، خليه يوقع امين الصندوق. ما يقدر. اقول لك ليش؟ لان الاخ خص انكسب حكم انه يوقع ويا امين الصندوق. يلا وقع. اوكي خليه يوقع، جيب كشوفات يوقع، ما عنده مش... ما عنده مانع يوقع كادر في 2017-2018. مو معتمد رسميا، مو معتمد. من اللي يقول لك؟ انا اقول مو معتمد. اذا عفوا ابو فهد اذا معتمد يوقع الاخ ابو فهد تضمن؟ اذا معتمد على حسب كلام اخونا ابو محمد تعطينا الاوكي انه راح يوقع ان شاء الله الاخ ابو فهد؟ اذا معتمد من الهيئه وقانوني يا ابو سعود يوقع، ما عنده بس مجد. طيب يا ابو فهد، ابو فهد شلون احنا قاعد نمشي رواتبهم من شهر 8؟ انت تقول معتمد؟ هي معتمد. جيب لك كتاب. ابى اقول لك انا برد عليه ابو فهد، شلون احنا قاعد نصرف؟ يا ابو سعود سم ممكن سم. يعطيني مجال ابو فهد. تفضل. سعود هل يقال زياده 100 دينار في سنه واحده موظف
اكثر الموظفين زيادات 100 دينار على 150، هل يقال؟ منو؟ انا عارف، انا عضو الاداره وامين صندوق قديم، ما يصير زياده الا 10% من الراتب يا ابو سعود، ما يصير 100 دينار كل موظف 100 دينار. الموظفين زيادين مش كثر؟ مو قانوني. طيب انت الحين تتكلم عن الهيكل مو قانوني ولا زياده غير قانونيه؟ زيادات مو قانونيه، واجتماعات مو قانونيه. الرواتب فيها زيادات. انا ما ادري كم موظف تقريبا فيهم زيادات، ما يدري. لا يعني. خمسة وستة. ايه هو مقصود المهم فيهم زيادات محسوبين على القائمه هذيل. شنو الحين هو شغل شنو؟ نعم محسوبين على سته. اي شوف ليش زين زين زين، لا نفرض جدلا ان احنا زدناهم، لو زايدين مجموعتكم عادي يوافق يوقع يعني ولا شنو؟ 10% القانوني والهيئه 10%. يا ابو فهد انت تدري كثيره من المخالفات الماليه والهيئه تقاضى عنها بكل الانديه، لو توقف على كل خطا مالي ولا واحد فينا قاعد عقب الجدار. والله عاد هذا غلط اعرفه يا رب. طيب سميهم بساميهم مو ما. لا لا ما اقدر اسميهم اساميهم، انت تعرفهم. مشكور. انا اعرفهم والله ما ادري عنهم يا ابو فهد. انا قلت لك والله انت تعرف اني صادق.